ممكن تقول لنا سر ما قلتيهوش قبل كده لحد؟ ليه الفضايح دي؟ اهلا واضح، انا مروه نصر. باظ يا طير. يعني هختار حد متحرر قوي، حد لطيف وبيضحك، مش هختار ماليش انا بقى في جاسمين بقى وريبونزل، لا والجو ده خالص خالص. الاولى كنت بلعب اولى، عارفاها اللي هي بترسمي على الارض دي، سبعه بلطين وواحد اتنين تلاتة اربعة، بتلعبي الاولى. وكنت بحب قوي بتاعت كهربا شد الكوبس اوعى يلا. انا كنت بلعب على فكرة، احنا كنا كرياتيف قوي والله العظيم بجد، احنا اصلا اخر جيل لي حظ، يعني الجيل ده مش هيبقى عنده تاريخ اساسا، تاريخه كله نصه سوارات اجازات سوارات ونصه اجازات كورونا. اللي انت شايفاه ده ان انا مش بعرف اخد اتيتيود، يعني وسواس قهري، ممكن مثلا ارجع 14 مره اتاكد الباب مقفول وانا متاكده ده، واوقات بقى اروح مصوره واقول انا قفلت الباب ماشي، هو انا قفلت الباب؟ اه انا مصوره فيديو والله العظيم. رورو ميرو رارا، ماما كانت بتقولي اسم غريب قوي يا مرويكا. لا بصي، اول ما اصحى ده ما ينفعش حد يتكلم معايا، انا اصلا ما اعرفش الناس اللي بتصحى من النوم دي بتتكلم على طول ازاي، يعني انت اصلا كنت ميت، انت صحيت عادي كده بتتكلم طبيعي، خد لك هدنه. اول حاجه بمسك تليفوني اكيد، بعدين بشرب كابتشين واكمل تليفوني برضه. انا اصلا انسانه ملوله، يعني حياه الخلد دي بالنسبه لي مش بتستهويني كتير، يعني هشوف الخلدين التانيين بيعملوا ايه واعمل زيهم بالظبط. انا ما اعرفش عمري ما فكرت ان انا ابقى خالده. يوم ما ولدت كندا، ليه الفضايح دي؟ ممكن اقول لك مثلا السر في حياتي ان كل الناس فاكره ان انا عندي بنت واحده، بس مش هقول لك انا عندي قد ايه. فراق، بخاف قوي 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 قوي، وده اللي خلاني على فكره اعمل اغنيه علامات، لان حسيت الناس حواليا كتير قوي ابتدت تموت فجاه. الفراق ده انا جربته في بابا وتعبت قوي قوي. هموم بالكون في قلبي كبرنا وصغير، وخوف من بكره ده اللي بيشغل التفكير. شكرا، واضح.